بصوا يا جماعه، الموضوع بدا ازاي؟ في اتنين المفروض ان هما من اشهر اتنين موجودين على السوشيال ميديا، في منهم بيحلل رياضه خاصه كره القدم، الاتنين بيحللوا كره قدم، بس هي اللعبه بسيطه جدا. هما الاتنين صحاب وحبايب وزي الفل ومية مية، مفيش اي مشاكل. دخلوا مسابقه كراوات كانت موجوده في رمضان، بداوا يعملوا يسالوا اسئله واجوبه مع بعض، فاكتشفوا ان في واحد منهم بيغش. اكتشفوه ازاي بقى؟ القصه اكتشفوها ازاي بقى؟ انه بداوا يعملوا زوم على البرواز اللي موجود وراه، فشافوه ان هو عمال بيكتب على جوجل. يعني انا عايز اوضح لكم حاجه صغيره عشان هما الاثنين انا بحبهم جدا. القصه كلها انا مش مهتم اذا كان ده بيغش ولا ما بيغشش، بصراحه هو اكتر واحد هيقدر يدافع عن نفسه واكتر واحد هيقدر يتكلم عن نفسه. هو حد متكلم جدا ومؤلف كتب قبل كده وبيطلع على السوشيال ميديا دايما على طول، مثقف بطريقه مش معقوله. يعني مش عايزين نتكلم في القصه دي، بس اللي احنا نتكلم فيه حاجه واحده بس، يعني هو هيقدر يدافع عن نفسه. التفاصيل يا جماعه اللي بقت الناس بتهتم بيها قوي 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 في كل فيديو عمال ينزل، وده على فكره خلوا بالكم في منتهى الخطوره بالنسبه لصناع المحتوى اللي بيطلعوا محتوى وبيقولوا للناس احنا بنستخف بيكم. دي كارثه كبيره، كارثه كبيره. انا بدات اوضح الموضوع ده يحصل معايا ان حتى لما باجي بغير الكاب الناس تقول لي مبروك على الكاب الجديد، حلوه الساعه الجديده دي. دي تفاصيل باينه واضحه، يعني دي تفاصيل باينه واضحه ان ممكن اي حد يقول لك الكاب الجديد لابس خاتم مش عارف ده، لان دوت واضح للناس كلها من اول لخيرها ومقارنه ما بينك وبين الفيديوهات القديمه. لكن في حاجات تانية بقى بقت بتوضح اكتر، ان انت النهارده لما بتيجي مثلا بتحط فريم، بتحط صوره، بتحط اي حاجه، احمد خلي بالك عشان الخلفيه اللي وراك دي غلط، دي المفروض ان الخريطه دي مش مظبوطه. دي انا على فكره قسما بالله انا بكلمكم على حاجات انا عانيت بيها بنفسي الفتره اللي فاتت دي، عانيت بيها جدا جدا جدا. يعني انت مثلا تيجي تجيب مثلا نوع من الانواع يقول لك وتكتب عليه ان هو رقم 5، يقول لك لا ده رقم 4، رقم 5 كان لونه فيه كذا كذا وعليه خطوط كذا. انا بكلمكم على اي مثال كان بيحصل معايا. في خلفيه من الخلفيات كانت مكتوبه بالانجليزي، يعني كانت مكتوبه باللغه الانجليزيه، يعني في واحد صاحبي قال لي خلي بالك عشان خاطر دي لو حد قراها هتبقى شتيمه. انا بالفعل ما خدتش بالي من الكلام دوت. فيا جماعه اللي انا عايز اوضحه لكم ان الناس بقت بتهتم بتفاصيل التفاصيل، يعني حتى كمان ممكن تسيب الفيديو كله وتجيب بنطلونك المقطوع. انا فيديو من الفيديوهات قبل كده غلطت فيه غلطه شنيعه، وبدل ما اقول 16000 ميل قلت 16 ميل. قالوا لي ايه ده سرعه ارنب ده اللي انت بتتكلم فيه ولا ايه؟ هو الحمد لله يعني الفيديو طبعا عمل رقم جامد جدا ساعتها في الوقت دوت، بس اللي انا بتكلم فيه ان الناس بتهتم معاك قوي. فانت لما تيجي تستخف عليها او تستخف معاها او تبين لها ان انت حد كبير جدا وهم هيشوفوا منك موقف زي ده هيروحوا موقعين الدنيا، دي كارثه كبيره. حاولوا على قد ما تقدروا يا صناع المحتوى يا محترمين ما تستخفوش بعقول الناس، لان عقول الناس دي يعني مع احترامي اكبر بكتير مننا. يعني هو لو هيقدر يعمل محتوى ممكن يكسبنا كلنا، انا بتكلم بمنتهى الصراحه ايضاحا. ليه بقى؟ انت بتبقى شاطر في اللي انت تعمل مونتاج، ان انت شاطر ان انت بتعرف تتكلم، انت شاطر اللي انت تعرف تقدم المحتوى بتاعك، لكن انت لازم تعرف ان هو بيراقبك، بيشوفك، بيشوف الدنيا عندك شكلها عامل ازاي، والتسلسل الدرامي اللي موجود عندك عامل ازاي. على فكره خلوا بالكم في ناس كتيره بتبقى عارفه القصه وعارفه انت هتتكلم عن ايه، بس هي عايزه تشوفك انت هتتكلم هتقول ايه، هتقوله ازاي، هتعمله ازاي. فانا شايف ان محدش يضحك على الناس اللي بتتفرج عليك. انا شايف كده لازم تحترم عقليه الناس اللي بتتفرج عليك لو سمحت، حتى لو بتقدم لهم ضحك، حتى لو بتقدم لهم تهريج، حتى لو بتقدم لهم اي حاجه بعيد عن الخيال، لازم تحترم عقلية الناس اللي بتتفرج عليك. ضروري. يعني ده مش 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 حاجة من الحاجات اللي هي المهمة جدا. ده اللي انا كنت عايز اقول المرة دي عشان خاطر يمكن محدش يقع في الفخ ده، وانا بنصح نفسي ان انا ما اقعش في نفس الفخ ده. ان انا لازم دايما اخلي بالي من الحاجات البسيطة والصغيرة اللي موجودة. انا في مرة فيديو من الفيديوهات برضو كنت كاتب فيه حاجة كده، بس عديتها في ثواني. يعني انا عملت كده بالظبط، عديتها في ثواني. عايز اقول لكم ان في ناس وقفت الفيديو وجابت الحركه وجابت الجمله وجابت الصوره وجابت كل حاجه وعرفت ساعتها انا بتكلم عن مين، وفي الوقت دوت انا قررت ان انا ما اعملش الحركه دي تاني. فما تستخفوش يا جماعه بالناس اللي بتتابعكم، الناس اللي بتتابعكم دي عبقره بس زي العبقره اللي بتتابعني بالظبط. شكرا، كل سنه وانتم طيبين.